العالم كله يتفرج على شبابنا، ويعني الحقيقة التجربة الملهمة المصرية في التحضر والتنمية المستدامة. خلينا نقول كمان ان على هامش ده محافظ القاهرة ومدير مكتب الأمم المتحدة المستوطنات افتتحوا الأماكن اللي يعني تم اختيارها لتنفيذ فراغات عامة بمنطقة الأسمرات. تعالوا نتابع ده مع زميلنا محمد زهران على الهواء مباشرة. مساء الخير على حضراتكم مشاهدي الكرام، مشاهدي سي بي سي في كل مكان من منطقة الأسمرات، هذه المنطقة التي تقف شامخة وشاهدة على مدى الجهود الحثيثة والبناءة والمضنية التي قامت بها الدولة المصرية مؤخرا من أجل القضاء على ظاهرة العشوائيات التي كانت منتشرة بشكل كبير في داخل عدد من المحافظات المصرية. هذه المنطقة التي تؤكد على مدى الجهود الحثيثة والبناءة التي بذلتها مصر من أجل يعني خلق حياة كريمة للمواطنين المصريين. منذ دقائق قليلة قام محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر يرافقه عدد من الشخصيات المحلية والإقليمية والدولية بافتتاح الأماكن التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ فراغات عامة بهذه المنطقة، منطقة الأسمرات، من أجل إحداث أثر مستدام ولخلق بيئة ثقافية وبيئية واجتماعية. وهذا كله يأتي في إطار استعداد الدولة المصرية للحدث العالمي الكبير ألا وهو المنتدى الحضري العالمي، والذي سوف يعقد يعني ابتداء من اليوم وحتى الثامن من الشهر الجاري بحضور عدد كبير من الشخصيات المحلية والإقليمية والدولية بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية أيضا. هذا المنتدى من المنتظر أن يكون على هامش هذا المنتدى أن تنظم محافظة القاهرة وأن تنظم الحكومة المصرية عدد من الزيارات والجولات الميدانية لضيوف المؤتمر للأماكن التراثية داخل محافظة القاهرة والمشروعات القومية الكبرى التي قامت بها الدولة المصرية مؤخرا. من المعروف أن الحكومة المصرية قامت خلال الآونة الأخيرة بتدشين عدد كبير من المشروعات القومية في مختلف المجالات. من المنتظر أن يتم تنظيم يعني زيارات وجولات ميدانية لضيوف هذا المنتدى الحضري العالمي من أجل تعريف ضيوف مصر على هذه الجهود المبذولة التي بذلتها مصر خلال الآونة الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على التراث والأماكن التراثية أو فيما يخص بالمشروعات القومية الكبرى. على سبيل المثال، من المنتظر أن تقوم الوفود بزيارة المتحف القومي للحضارة بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير، والتي يعني تعكف الدولة المصرية على وضع اللمسات النهائية والأخيرة من أجل افتتاح هذا الحدث العالمي الكبير والذي ينتظره العالم أجمع. إذن هي جهود كلها تنصب في استعدادات الدولة المصرية من أجل افتتاح المنتدى الحضري العالمي الذي سوف يعقد ابتداء من الغد، وعلى مدار يعني 5 أيام سوف ينتهي هذا المؤتمر بمشيئة الله في الثامن من هذا الشهر. هذه المنطقة، ونحن في منطقة حي الأسمرات، هذه المنطقة يعني التي نحن نقف بصددها الآن، قام محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر بافتتاحها، وهي عبارة عن عدد من يعني المحال التجارية وعدد من الأماكن التي يذهب إليها الأطفال من أجل العمل على العديد من الأنشطة المختلفة بالإضافة إلى يعني أماكن ترفيهية أخرى. كل هذا يأتي كما أشرت في إطار استعداد الدولة المصرية لإقامة الحدث العالمي الكبير الذي ينتظره العالم أجمع. زميل محمد زهران لنا الحقيقة خطوة مهمة جدا جدا.